بعد ما تعلمنا كيف فينا نستعمل الرولر بطريقة فيجولي، هلا بدنا نتعلم كيف فينا نحط الفاليوز للمارجنز. في حال انا بدي احط سبيسيفيك فاليوز، بروح على فأسة اللاي اوت الموجودة عندي هون، انا بكبس عليها. في عندي اول ايكون بالبيج سيت اب جروب اسمها مارجنز، فيك تستعمل من اللي موجودين هون or you can custom your own. To custom your own بجي على اخر وحدة اللي اسمها custom margins، وبيفتح لي dialog box الموجود هون. اليونت اللي عم بستعملها هي الانش، اكيد فيني غيرها لسنتيمتر، بس بدي روح على الادفانس سيتنجز بتركها لبعدين. هلا حاستعمل الانش. عم بيقول لي الطب هن 0.94، let's assume انا بدي غيرهم، ححطهم كلياتهم 0.5، حاكتب هون 0.5، برجع هون كمان 0.5، again left كمان 0.5، وفي عندي الرايت ححطها كمان 0.5. الصفحة كيف بدك اياها، الاورينتيشن تاعتها بورتريت ولا لاندسكيب، بدك اياها بالطول ولا بالعرض، كمان فيك تعملها من هون. So تقدر حط الفاليوز للمارجنز، انا علي اوتوماتيكلي اني روح على التوب واللفت والباتم والرايت، اعمل ادجستمنت للفاليوز اللي انا بدي هن. بمجرد ما كبست اوكي حلاحظ انه المارجنز عندي كلياتهم فرقوا. خلونا نرجع نرجع المارجنز للديفولت يلي هن 1 انش على التوب والباتم واللفت والرايت. بدي استعرض هلا كونديشن تاني. في حال انا كان بدي اكسترا سبيسينج بتوين تو باراجرافز، كنا قديما نحن نعمل انتر انه صار في عندي اكسترا سبيس، بيجي بطفي الشو ان هايد بيطلع عندي اكسترا سبيس. اف اي نيد مور كمان برجع بكبس انتر، بس هالطريقه كومبليتلي غلط لانه انا عم بحط باراجرافز زياده ما لهم لزوم ابدا ابدا. اذا بدك يكون في عندك اكسترا سبيسينج بتوين باراجرافز، سو ما بتحط انتر، بتمحيهم اند يو انكريز ذا سبيسينج بتوين ذا باراجرافز. يا اما بوقف على هذا الباراجراف اللي هون بقول بدي بعده اعمل اكسترا سبيس، يا اما بوقف على الباراجراف التحتاني بقول بدي قبله يكون في اكسترا سبيس. وأكيد بين كل اثنين باراجراف أنا بقدر أعمل spaces مختلفين، يعني هون فيني أنا أعمل شيء مختلف عن يلي موجود هون. كيف تنقدر نحن نعمل adjustment للإكسترا spaces؟ بدي روح على الباراجراف جروب. بالباراجراف جروب في عندي هيدا السهم الصغير يلي موجود هون. بمجرد ما قربت على هيدا السهم الصغير أنا I can click on it، وبس تأكبس عليه بيفتح لي dialog box جديد اسمه paragraph. في بعض الاشياء نحن اوريدي حكينا عنهم هون فيجولي، وهلا حنرجع نحن نستعرضهم بهيدي الديالوج بوكس. اول شغله الالاينمنت ليفت، شو معناتها الالاينمنت ليفت رايت جاستيفايد سنترد؟ كنت انا قبل اوقف على الباراجراف وكنت اختاره من هون، سو هيدي موجودين هون ايزلي. ثاني وحده الاوتلاين بودي ليفل، خلوه بودي تكست نحكي عنها كمان بعدين. ثالث وحده رايت تو ليفت او ليفت تو رايت، هيدا اتجاه الكتابه، اذا كنت عم بكتب عربي بدي رايت تو ليفت، اما اذا كنت عم بكتب بالانجلش بدي ليفت تو رايت. ححطها right to left وحقلها okay. بدي انتبه على شغل كتير أساسية، إذا كنت عم بكتب English وكانت الparagraph mark الدوائرة السوداء اللي موجودة من هون حنعتبرها مثل كأنه عنده الهاد، الهاد تبع برات الكلام يعني مش عم بيطلع بالكلام، معناته في عندي شي غلط. أما إذا أنا برجع بنزل لتحت حانتبه أنه هيدي الهاد تبع عم بيطلع بالكلام، يعني هيدي صح، فإذا هيدي غلط كيف فيني زبطها؟ بكبس على الparagraph برجع بقول له هيدي بديها left to right، وهلأ صارت هيك مزبوطة. حأرجع على الباراجراف ورح أرجع أستعرض الindentations. بالindentation نحن حطينا before text و after text، هيدا الشيء اللي نحن عملناه قبل. كيف عملناه قبل؟ عملناه بالرولر. جيت أنا على الرولر وقلت أنا إذا بدي 1.5 inch ورجعت قلت له أوكي، حلاحظ أنه كل التكست من قبله صار في عندي 1.5 inch، يعني هيدي المستطيل اللي كنا نمسكه من تحت. إذا برجع على الباراجراف after text اذا حطيتها كمان 1.5 وجيت قلت له انا بدي اوكي، فحيحط لي اياها هون 1.5، يعني هيدي اللي موجوده هون المثلث اللي كنت انا امسكه عن ميله اليمين. حارجع على الباراجراف special اذا بدك الفيرست لاين ولا الهانجينج. اذا بدي الفيرست لاين انا يكون كمان مقرب بنص انش، فبجي بقول له اوكي فقرب عندي نص انش، او فيني اجي انا على الهانجينج وارجع اقول له بدي الهانجينج يكونوا مقربين نص انش، فبيخلي لي السطر الاول طالع لبرا والهانجينج هم اللي فايتين لجوا نص انش. اما بالنسبه للسبيسينج هدول اللي حنحكي عنهم هلا عن جديد. سو تقدر انا احكي مزبوط، خلونا نرجع نرجع كل شيء مثل ما كان. حارجع انا رجع المثلث، وحارجع امسك المستطيل ارجعها هون للاول، وحارجع كمان الرايت رجعها للديفولت فاليو. عندي two paragraphs. I need to increase the spacing between these two paragraphs. اكيد قلنا ممنوع نعمل extra enter. بوقف على الباراجراف الاول وبدي زيد السبيسينج بعده، فاذا بروح على الباراجراف في عندي شيء اسمه سبيسينج and I need to change the after value. الافتر فاليو بدي غيرها، هي محطوطه 8 انا بدي اياها 20،
فبجي بقول له بدي اياها 20، فاوتوماتيكلي حلاحظ انه ما حط لي باراجراف جديد وانا ضاوي الشو ان هايد وزادت عندي المسافه. اذا هسه بدي زيدها بوقف على هيدا الباراجراف وبرجع بقول له هالمره صار بدي اياها 40. اذا حطيتها 40 حلاحظ انه المسافه زادت كتير وعم بتزيد بس بين اول باراجراف وتاني باراجراف. خلونا نرجعها لزيرو، بدي احطها زيرو، هي كانت 8 بس هلا ححطها زيرو. اذا حطيتها زيرو حيبين عندي هون انا 2 باراجرافز، هيدول الاثنين الباراجرافز ما في بيناتهم ابدا سبيسينج. مشان هيك انا هلا اذا جبت هيدي الجمله يلي موجوده عندي هون وعملت لها كوبي ورجعت عملت لها بيست ورجعت بعدين محيت هيدول هالكم كلمه هون وحطيت هون عندي بدل السبيس نقطه، انا هون عندي 2 باراجرافز ما عندي باراجراف واحد، مع انه على النظر اذا طفيت الشو ان هايد بيبينوا هن واحد، ولكن الشو ان هايد هون قادرة تأرجيني انه انت انتبه في عندك 2 باراجرافز ولكن السبيسينج بيناتهم هي زيرو، فما بدنا نوقع نحن بهيدا الفخ. طيب حاجي هالمرة على الباراجراف الثاني وحقول له بدي السبيسينج من قبله مش بعده، قبله 10. فاذا حيحط لي قبله 10 هيدا زيرو وهيدا قبله 10. هلا حارجع على الباراجراف الاول، باي اتنشن هون، اذا برجع على الباراجراف الاول بقول له بدي بعده 10 وبرجع بقول له اوكي، حلاحظ انه ما حيصير عندي شيء. ليش ما صار عندي شيء؟ لانه هيدا بيعتبر انه انت قصدك انه يكون دائما يكون في عندك 10 بوينت سبيسينج بين 2 باراجرافز، فبما انه الاول عنده 10 اعطاك 10 من قبل وانت عم بتحط 10 من بعد فما في داعي انه يصيروا 20، فتيصيروا 20 لازم انا فوق اعملها 20 بصفر. فاذا بجي لهون بقول له هيدي بدي اياها تكون انا 20، حلاحظ اذا حطيتها 20 حتزيد. هلا هون انا اذا جيت وقلت له بدي اياها صفر حتضل مثل ما هي وما حيصير شيء. فهو دائما بيحسب بين البيفور للي بعده وبيحسب بين الافتر للي انا واقف عليه، بيشوف شو التوتل اللي انا بدي اياه، يعني بيعمل كومبرومايزنج بيناتهم تيطلع لك الرقم يلي انت بدك اياه. طيب بركي انا هلا بدي وساعه بين اللاينز، اكيد ما بجي بعد كل لاين وبعمل انتر، هذا الشيء سوبر غلط، لانه بهيدي الطريقه بكون انا عم بعمل اكسترا باراجرافز. الطريقه الصح انا اي انكريز ذا سبيسينج بتوين ذا لاينز. كيف بقدر انا اعمل انكريزنج للسبيسينج بتوين ذا لاينز؟ ببساطه فيك توقف على الباراجراف، فيك تجي على الكبسه اللي موجوده هون وتقول له انا مثلا بدي اياه يكون 1.0 او 1.15 او يو كان سيت يور اون فاليو. اذا حطيت انا بدي اياها 2 حلاحظ انه عندي انا 1 سنجل باراجراف، الشو ان هايد ارجتني انه عندي بس 1 سنجل باراجراف، فبروح انا هلا اذا بدي على هيدي التك الصغيره اللي هون بكبس عليها بلاحظ انه اللاين سبيسينج عندي محطوطه دبل. شو معناتها دبل؟ يعني هي 2 بوينت، ال 2 بوينت اسمها دبل. طب بركي بدي احط ماي اون فاليو، برجع بكبس عليها بقول انا بدي اياها تكون example 25 بوينت. فاذا بدي اياها multiple of 25s، فاذا بمجرد ما كبست حلاحظ انه كل اللاينز عم بينحطوا عندي 25 25 25. فاذا بدي ارجع رجع على ديفولت فاليو فيني اجي انا لهون واقول له بدي اياها سنجل وبرجع بقول له اوكي، فبيرجع لي اياهم للديفولت فاليوز يلي هي 1 بوينت. اكيد فيك تعمل اكسترا سبيسينج بالطريقه اللي بدك اياها، حقول له انا بدي اياها مثلا 2.0 قول له اوكي، فحلاحظ انه زادت سبيسينج، او فيك ترجع تعمل لها ادجستمنت من هيدي المنطقه اللي موجوده هون. باختصار spacing between the paragraphs إجباري بدها تنعمل بطريقة مدروسة، ما بحط إكسترا paragraph، بدي انتبه إذا كان في عندي before عم يتضاربوا مع الأفتر للي قبله، وعلى هيدا الأساس أنا I can consider my spacing between the paragraphs.